السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على فريق بلاك بينك، الفريق الكوري الشهير. عند محبي فريق بلاك بينك لعرض الفيلم الوثائقي لبلاك بينك أب دي سكاي، ويتضمن لقطات حية مقابلات مع كل أعضاء الفريق الكوري الشهير بلاك بينك على أحد المنصات الرقمية. الإعلان التشويقي للفيلم اللي طرح لمدة دقيقتين كان ترند على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك بعد الشهرة اللي خدها ألبوم بألبوم الذي يحتوي على 8 أغنيات تعاون فيها فريق بلاك بينك، وهما 2 من أهم نجوم الغناء بالعالم وهم سيلينا جومينز وكاردي بي. وده الفيلم الوثائقي من إنتاج نتفليكس اللي وثق الحياة الفنية أو السيرة الفنية لفتيات بلاك بينك. كده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وارجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.